تداول رواد التواصل الاجتماعي صور لنجم نادي النصر كريستيانو رونالدو ولنشرها في حسابه بعد زيارته لمدينة العلا، وعبر كريستيانو عن سعادته بالوقت اللي يقضيه في العلا وعن دهشته بالتراث، حيث علق: أنا مندهش من التراث الاستثنائي للعلا هنا في السعودية. وأنا بأقول رسالة لكريستيانو، أنت ما شفت شيء لسه، بقي قدامك، بقي قدامك أشياء كثير تستكشفها في السعودية. ما مداك العلا هذا شيء بسيط من الأشياء اللي موجودة عندنا في السعودية. الآن لا قوة إلا بالله في كل مناطق السعودية استكشافات جديدة وأشياء حلوة وممتعة وتشد كل الناس السياح يجون من برا. صادقة والله، أنا والله حاسدة كريستيانو، يعني أنت تروح يا كريستيانو وأنا ما أروح العلا للحين، وأنا يعني سعودية لازم أروح، لازم إن شاء الله أنا وأنت هذا مع بعض بإذن الله. أنا إلى الآن ما رحت العلا استكشافية، إن شاء الله أنا أحب أستكشف ترى، وحتى في ما شاء أنا الله. ليش قلت أبي أروح معك؟ عشان الاستكشاف اللي أنت عايش تسمي. أنا دائما يعني قبل ما أروح أي بلد لازم أقرأ معلومات عنه وأجهز، ما شاء الله العلا اطلعت عليها فيها أشياء مرة كثيرة، يعني تخيلي فيها أماكن الرياضية تستخدمين الرياضة، فيها بطولات مثل انك تركب على الحصان وترمي، وفي بعد سباق العدائين، في اشياء جدا جميله غير الاسترخاء والاشياء الثانيه بعد ما شاء الله. طبعا يعني اتوقع الجدول حق العلا راح يكون انت اللي كاتبته ومجهزته، انت بالنسبه لك روحي للرياضات وانا خليني في الاسترخاء.